انا اتجوزت صغيرة، ابي متوفي، ام ست سعودية صعبة، وكل تفكيري عن الجواز اني احافظ على بيتي واعمل لجوزي كل حاجة عاوزها. انا معايا دبلوم وهو مش متعلم خالص. كان في الظاهر انه طيب لحد ما اتجوزت واستلم من اول اسبوع اني لازم اشتغل معاه في المحل الى جانب اخدم اهله الى جانب بيتي. لو اعترضت كان تيمة وسب دين وضرب، كنت اغض شوية اغضب شوية ويرجعوني تاني، ولما اشتكي لابونا يقولي معلش ويجي يكلمه ويرجع تاني. وكان مش عارف اقولها لقدسك ازاي، بس كان بيتحرش بالستات. انا اسفة يا ابونا، مش بس حاولت بكل الطرق اني اغيره لكن دون فايدة، خصوصا ان بقى عندي ولدين. كل ما اكلمه واقول له احنا كبرنا يبتدي يضرب وإهانة وشتيمة. حاولت بصلاه ودموع ومطنيات لكن ما فيش فايدة. لغاية دلوقتي بقالي 33 سنة في عذاب، كل يوم أنام ودموع على سريري. دلوقتي وداني أنا والولاد في شقة بعيدة عن البيت وماشي مع واحدة متجوزة. وعلى فكرة يا ابونا هو مفهوش حاجة من بدري، بس هي بتضحك عليه. سمعت انه كتب لها نص البيت وعايش معاها في البيت اللي ما كانش حلته حاجة منه. انا اللي ايدي بايده في المحل لحد ما بقى معاه بيت وانا محطمة يا ابونا، بموت كل يوم بمعنى الكلمة. هل افتح طلب في الكادرية، طلب انفصال، هيحكمولي ولا اعمل ايه؟ برضو تاني بطلب منك انك تشوفي اب اعتراف وتتكلمي معاه وتشوفي تقدري تعملي ايه مع اب اعترافك. لانه انت لما بتديني اي معلومات انا مش ببقى عارف المعلومات بالكامل اللي عندك، مش عارف ظروفك كويس وانت في انهي بلد وفي انهي حتة وفي انهي منطقة والناس بتفكر ازاي وكده. فانت محتاجة تكلمي اب اعترافك وهو هيبقى حنين عليك زي ابوك المتوفي ده، وهتلاقيه ينصحك نصيحة المظبوطة. يعني لا نقبل ابدا ان زوجة تضرب وتتشتم. يعني مش ممكن حد يقبل بكده، مش ممكن. يعني لما ربنا قال ان النساء انيه ضعيفه كان بيطلب من الرجاله انهم ما يستخدموش القوه العضليه خالص قدامهم، بل يحتضنوهم ويحطوهم فوق راسهم من فوق. فالكنيسه مش بتقبل اهانه المراه خالص. وانا بقول لك احنا هنصلي لك جامد قوي ان ربنا ينقذك انت وولادك، بس لازم تاخدي خطوات واضحه. واذا كان ما فيش حل معاه خالص، لا، ربي ولادك في خوف ربنا بعيد عنه أحسن بكتير قوي من أنك تضيعي الولدين كمان. فأنا بحبذ أنك تدخلي الكنيسة علشان يقدروا يلاقوا لك حل في المشكلة اللي أنت فيها دي.